بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا هنجمع مع بعض التشينجز التي تحدث في الامبريو في الامبريونيك بيريود. والامبريونيك بيريود هي الفترة من عمر الجنين اللي بتمتد من بداية الأسبوع الرابع، أو زي ما بيقولوا في بعض الناس نهاية الثالث، ولو مش مقتنع بها قوي لحد الأسبوع الثامن. يعني احنا كنا قسمنا أول 4 أسابيع دي لوحدها اللي كان بيظهر فيها التشينجز اللي اتكلمنا عليها. ال4 أسابيع التانية سميناها الإمبريونيك بيريود اللي هي البيريود أوف أورجان فورميشن، اللي هو الإمبريو هيتكون فيها، عشان كده سميناها إمبريونيك بيريود. وأطلقنا العلم نفسه على هذه الفترة لأن دي الفترة اللي الأورجنز بتاخد شكلها النهائي وتدي للإنسان الكاركترستيك فيتشرز بتاعته. على كل حال الإمبريونيك بيريود هي البيريود من عمر الجنين اللي تمتد من أول الأسبوع الرابع لحد الثامن في أغلب الأحوال. في هذه البيريود كانت 3 جيرم سيلز اوف ايه؟ 3 جيرم سيلز اوف ذا امبريونيك ديسك، اللي هي كانت الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم، بيبتدوا يطلعوا الديريفاتيفز بتاعتهم بالشكل اللي احنا ناقشناه قبل كده. كنتيجة لتكون هذه الديريفاتيفز حصل ان في اورجانز اتكونت، والبودي اخد، البودي الادمي اخد السبيسيفيك او الميجور فيتشرز بتاعته. فهنجمع مع بعض الدريفاتيفز اللي خرجت من الاكتوديرم. الاكتوديرمال جيرم لاير اللي هي الاكتوديرمال لاير اوف ذا امبريونيك ديسك، وبعض الناس يحبوا يسموها جيرم ديسك زي بعض. هذه الدريفاتيفز كانت تشتمل على اورجانز. الاورجانز دي كانت لها خاصية الاتصال بالعالم الخارجي. اذا اورجانز الاتصال بالاوتسايد وورلد، العالم الخارجي، الاورجانز دي طالعة من الاكتوديرم. طب تعالوا نشوف الابيديرمس، السنترال والبريفرال نيرفس سيستم، السنسوري ابسيليام الخاص بالسنس اورجانز زي الايد والنوز والاي، الزوائد الجلديه سكن ابندجز اللي هي في دي ناقصه هنا اللي تشمل الهير والنيل، بعض من الجلانز، بعض واكرر وليس كل الجلانز زي البيتيوتري والماميري والسويت جلاند والانيمال اوف ذا تيس. كل من الملاحظ ان جميع هذه الاورجانز كانت هي سبب الكوميونيكيشن بين الانسان والبيئه او العالم الخارجي. الاكل، الشرب، النظر، السمع، الشم، اللمس، الاحساس، كل دي اورجانز الاتصال الخارجي، وكل دي الاورجانز اللي طالعه من الاكتوديرم. طيب ماذا عن الميزوديرم؟ الميزوديرم احنا قسمنا الميزوديرم لجزئين اتنين، ميزوديرم حوالين الاكسس اوف ذا امبريو اللي هو كان النوتوكورد، كان البارا اكزل والانترميديات واللاترال ميزوديرم، وميزوديرم اخر مبعصر في جميع انحاء البلاستيولا. فالميزوديرم اللي حوالين الاكسس اللي كان اسمه البارا اكزل، احنا عارفين انه طلع انقسم الى سومايتس، والسومايتس دي اتقسمت الى سكليروتومز وديرماتومز ومايتومز. سكليروتومز طلعت الكارتليج والبونز اللي في الاكسس، الاجزاء السكيلتون. المايتومز طلعت المسلز. الديرماتومز طلعت السبكوتينس تيشو او الديرمس. الانترميديت ميزوديرم اللي تحول الى نيفروجينيك كورد طلع اليوروجينيتال سيستم، يعني طلع الكدني وطلع اليوريتر وطلع الجونادز، لكن باستثناء مين؟ باستثناء، او حتى مش اليوريتر كمان كله، باستثناء
اليورينري بلادر. اما اللاترال ميزوديرم فكان طلع ادى جيفز رايز ليه الانترا امبريونيك سيلم اللي خرجت البودي كافيتيز الكبيره البلورا وفي هنا كوما وبريكارديوم وبريتونيوم. بقيه الميزوديرم اللي بعصر في مبعصر في جميع انحاء البلاستولا فخرج الفاسكولار سيستم بما فيه الهارت والبلاد فيزلز الارتريز والفينز والليمفاتكس. كذلك ادى رايز لتو جروبس اوف اورجانز السبلين والكورتكس اوف سوبرارينال جلاند. سوبرارينال جلاند اللي هي الادرينال جلاند والكورتكس بتاعتها. ولا ننسى ان المظله اوف ذا سوبرارينال الى الادرينال جلاند كانت خرجت من النيورال كريست يعني اكتوديرمال ان اوريجن. اما الاندوديرم فكان ادى دريفاتيفز لمن ستراكشرز. الاندوديرم كان كون الجات تيوب والجات تيوب اعطت الابيثيليال لايننج للجي اي تي والريسبيراتوري والتراكت واليورينر بلادر. كمان طلعت البارينكما اللي هي بعض من الجلانز في الجي اي تي واندوكراين جلانز. اندوكراين جلانز زي الثايرويد والباراثايرويد وجلانز في الجي اي تي زي الليفر والبنكرياس. كمان الاندوديرمال درافتيفز اللي طلعت اللي اتكونت كونت بعض من الاورجانز الابيثيليال لايننج اوف ذا ميدل اير لوتم من الكافيتي اند اوديتوري تيوب. دي كانت الاستراكشرز اللي خارجه او الاورجانز اللي خارجه من الثلاثه جيرم لايرز اوف ذا امبريونيك ديسك. طيب خلصنا الاسبوع الرابع من الشهر الثاني. الشهر الثاني يعني من الاسبوع الخامس وحتى الاسبوع الثامن. كان الاكسترنال ابييرنس الشكل الظاهري للامبريو في الحاله ديت كان عامل ازاي. الاورجانز اتكونت الهيد بلج اتكون مع الفولدنج والاستوموديوم والثوراسيك بلج والامبلايكس والتيل. الا ان اجنة كتير لمخلوقات كتيره ممكن تتشابه مع الانسان. مين اللي هيميز الانسان؟ اللي هيميز الانسان ويدي الاكسترنال ابييرنس اوف ذا امبريو اوف ذا هيومن بودي كان الهيد واللمس. الهيد بالكاركترستيك فيتشرز بتاعتها الفيس والاير والنوز والايز. كل المخلوقات فيها فيس ونوز واير وايز، الا ان كمان في بعض المخلوقات الاي بتاعتها احلى من الاي بتاع الانسان زي الغزال، او الانف بتاعها اجمل من انف الانسان زي الارانب. لكن الانف الادمي الفيس الادمي الايز الادمي كاركترستيك للهيومن بينج. فاذا رابيد انكريز في السايز اوف ذا هيد مع تكون الفيس والاير والنوز والاي بالاضافه لللمس دولت بيعطوا الكاركترستيك فيتشر اوف ذا امبري اوف ذا هيومن بودي، وده كان بيتم في الشهر الثاني. طيب في هذه الفتره من اللي هو الشهر الثاني الثوراسيك او البريكارديال او الكاردياك سويلنج او بلج كان بيبتدي يظهر في منطقه الفورس سيرفايكل للفيرست ثوراسيك سومايت. السومايت اللي كان عددها من 40 ل 44 وقسمناها لاربعه اكسبتر وثمانيه سيرفايكل وشويه ثوراسيك. اخر اربعه سيرفايكل واول واحده ثوراسيك السومايتس اللي قدامهم من الليفل ده كان بيخرج البريكارديال بلج نتيجه الجروس سيراب الجروس اوف ذا ارت في هذه المنطقه. وده فسر لنا ليه الاورجنز ديت بتاخد نيرف سبلاي من البريكر بليكسس اللي اطلع من هذا المستوى. طيب الهايند لمب بادز هناخدها بعد كده مع الديفلوبمنت اوف ذا لمب في السبيشال امبريولوجي. كانت بتطلع كودا للاتاتشمنت اوف ذا امبلايكس بالظبط عند مستوى اللمبر والابر سيكرال سومايتس. في نهايه الاسبوع الرابع كان الامبريو بيحتوي على 28 سومايت. ليه؟ تعالوا نحسبها مع بعض. في نهايه الاسبوع الرابع يعني عندي لوب ال 28. طيب هي السومايتس كانت بدات تتكون عند عمر كام؟ عند عمر 20 يوم ومعدل 3 في اليوم.
تلاتة في اليوم، أي نحسب تلاتة في اليوم، وبدأت تتكون عند سن 20 يوم، يعني 10، يعني كام؟ يعني حوالي 8 أيام. 8 في 3 أو 24، ده الكلام ده لو 8 أيام. لو 10 أيام هيبقى بين 26 لتمانية لـ29. يعني نقدر نقول إن الإمبريو في عمر 28 يوم كان بيحتوي على 28 صمايت. طيب إذن الصمايت دي بتلعب دور في تحديد عمر الجنين؟ أيوه، من خلال الجدول ده هنستعرضه بعد شوية. بس الجدول ده مش دقيق، لأن في طريقة أخرى، طريقة حساب طول الجنين أو عمر الجنين من طوله، بس طوله من الأول في اللي فين؟ هذا الطول بنحدده من خلال معادلة اسمها كراون رامب لينث. ايه كراون رامب لينث ده؟ كراون دي ميد بوينت على الفيرتيكال، على الساجيتال سوتشر، أعلى نقطة اللي هي الفيرتكس. الرمب دي منطقة ترمز إلى البرينيوم، الموست بروميننت بوينت اللي موجودة في الباتوك اللي هي الإليا. لو نوصلهم ببعض وناخد خط النص، نقطة المنتصف، نوصلها بالفيرتكس ونقيس الطول، الطول ده اسمه كراون رامب لينث. الطول ده بنعبر عليه بالملي. الطول ده بيستخدم او من خلال الفيرتكس اوف ذا سكال لحد الميد بوينت بتوين ذا ابيسز اوف ذا باتوكس. هذا الطول اللي بيعبر عنه بالملي بيستخدم في حساب عمر الجنين من خلال المعادله الاتيه. الاول تعالوا نشوف بالنسبه للسومايتس، ده العمر التقريبي بالايام، العمر التقريبي للجنين بالايام، وده عدد السومايتس. احنا قلنا ان السومايتس بتبتدي تتكون عند اليوم الـ20 بمعدل 3 في اليوم، يعني اللي عند اليوم الـ20 قال ان الجنين يحتوي على من 1 ل 4 سومايتس، متوسطهم 3 سومايتس، ويفضل يزيد بمعدل 3 في اليوم. يوم الـ21 زاد 3، يوم الـ22 هنزود عليهم 3، وهكذا لحد ما نوصل يوم الـ28. هنجد ان عدد السومايتس من 26 الى 29، لان الطريقه دي مش اكيوريت، مش يعني محدده تماما. ليه؟ لصعوبه تحديد مكان او عدد السومايتس على الجنين، لان جنين صغير. فلجأنا للطريقه الثانيه اللي هي طريقه الكراون رامب لينث، اللي هو طول الجنين من الفيرتكس وحتى نقطه منتصف خط اللي موصل البروميننت بوينت على الباتوك. هنا الطول ده بنعبر عنه بالملي، وعمر الجنين هنا بنعبر عنه بالاسابيع. فلما كان الجنين عمره 5 اسابيع كان الكراون رامبلنس بتاعه كان من 5 لـ8 ملي. القاعده ديت تصلح فقط من عمر شهر لعمر شهرين، يعني من 5 اسابيع لـ8 اسابيع. في الاسبوع الخامس كان طول الكراون رامبلنس 5 لـ8، في الاسبوع السادس 10 لـ14 ملي، في الاسبوع السابع 17 لـ22 ملي، في الاسبوع الثامن من 28 ملي الى 30، يعني 3 سم. يعني نقدر نقول ان الجنين في عمر شهرين كان طوله 3 سم، والجنين عند 5 اسابيع كان طوله حوالي 0.5 سم، يعني من 0.5 الى 3/4 سم، يعني قد حبيت الحمص. فمن الصعب جدا ان احنا نقدر نحدد عدد السومايتس بالعين المجرده. ديت كانت طريقه حسابه عمر الجنين، مره بعدد السومايتس، والمره الثانيه كان بكراون رامبلانس. الطريقه الاولى ربما تصلح في خلال الشهر الاول او في الـ10 أيام الاخيره من الشهر الاول، اما من الشهر الثاني في الشهر الثاني 5 أسابيع لـ8 أسابيع، فكانت الكراون رامبلانس هي الأيديال. بالشكل ده احنا خلصنا
الامبريونيك بيريود، وننتظر بعد ذلك الفيتال ميمبرينز حتى ننتهي من الجنرال امبريولوجي.